يا اخوي ان شاء الله سي المشيشي يجيب لنا الانتظارات الكل ويجيب لنا الوعود اللي يقولهم لنا ويوفرهم لنا ويعمل لنا حاجات باهيه. وبما انه هو مثلنا في فرنسا ومشى باش ينور لنا بلادنا لما لا، المشيشي قاعد يخدم، ربي يعاونه، ما نقولوش لا، ما نجوش بالقمع، ما نجوش بال نخذلوه نجبدوه من ساقيه، خليه كي غير بدا نعاونوه في الخدمه. ولا المشيشي هو مشى باسم الدوله التونسيه، والدوله معناها من 56 دوله، وفرنسا تتعامل مع دوله ذات سياده عندها شعب عندها. تبقينا المشكله تاع المشيشي، لازم الاحزاب يخلوه يخدم. اذا كان الاحزاب تتخلى على الفساد نتاعها وتعطيل المشاريع وتعطيل الدوله، خاطر الدوله هي مؤسسات راهي. لا ينفع لا مشيش ولا غير مشيش، راجل دولة باش يقودها 4 5 سنين المرحلة ويمشي على روحه باش يذكروا التاريخ. كما مشى الأول الوزير الأول، كما مشى الثاني، كما مشى الثالث، ماني منتظرة حتى شيء. منتظرين كان الهدوء والراحة والأمان في هالبلاد. أكثر من هكا زايد استثمار، ما فهمش المستثمرين يجيو وما يجوش، من استنفع الشعب ما يستنفع منهم حتى شيء. ولذلك أعطونا شوية أمان شوية رياض في البلاد، أكثر من هكا من ما قولك حتى شيء. عايش بنتي، انا نقول كان مشال بن خداش ودوز احسن، خاطر هذاك موضوع الساعه، وهذيك اشكاليه الاشكاليات، وهذاك اللي ينجم يعمل بلبله في البلاد. فرنسا ينجم ياجلها يمشي وقت اللي يحب، وايطاليا زاد كيف كيف، وشنو اللي باش يجيب لنا؟ تو هز معاه رجال اعمال وهز معاه كذا، وندوا ساتوندر كوا معناها حصلوا ما في الصدور وكهو، ربي يقدر الخير. انا تمنيت لو كان مشى للجنوب وحل المشاكل الموجوده عندنا، فهمني، وهلا الاستهتار هذا نتاع برشا عباد تقويت على الدوله، اللي حاجته بحاجه يسكر حاجه، فهمني. تو نورمال في العالم يتفرج فينا كبابز الغاز والناس قاعده، نورمال يا رسول الله، نورمال كنا الثانيين في الفصفات واللي نجيبوا فيه نورمال، باش بقى يمكن حاجه ربانيه كالزيت وكل اللي ثماش ما نحركوا به شويه اقتصادنا.